بتدوس على ده وده سكتها تملي صعبة صحيين نايمين في غربة وخيوط متعقدة الأيام كده غريبة في كل حاجة بتدوس على ده وده سكتها تملي صعبة صحيين نايمين في غربة وخيوط متعقدة نتعرف منظرنا وجوانا مكسرنا بنقاوح في قدرنا وسرقانا السكينة عالفاضي شايلين ياما دوامة لدوامة ونشوف ألف علامة ولا بتأثر فينا نتعرف منظرنا وجوانا مكسرنا بنقاوح في قدرنا سرقانا السكينة عالفاضي شايلين ياما دوامة لدوامة ونشوف ألف علامة ولا بتأثر فينا خلصوا الأنبياء عايشين كاتمين وجعنا ماشيين ماسكين دموعنا وعيوننا مخبية ده مفيش تضحية قالك ما احناش ملايكة وخلصوا الأنبياء عايشين كاتمين وجعنا ماشيين ماسكين دموعنا وعيوننا مخبية شايلين ياما دوامة لدوامة ونشوف ألف علامة ولا بتأثر المرة دي عايزك تبعد مصطفى ابنك عن بنتي. مصطفى؟ ايه علاقة مصطفى ببنتك؟ مصطفى ابنك طلب ايد بنتي للجواز وانا رفضت. هو قال انه بيحبها لكن انا ما صدقتوش. سعادة الباشا احنا ناس غلابة على قد حالنا وماشيين جنب الحيط. انا عارف انك انت راجل مقتدر وعندك مالك وعندك جبروتك اللي تقدر تعمل بيه اللي انت عايزه. لكن انا ما حبتش غير بناتي، عايز احميهم واحافظ عليهم. أنا بكلمك كأب مش الباشا الكبير. اعمل معروف. ابعد أنت وولادك عن بناتي. خلاص. أوعدك إن مصطفى مش هيتجوز بنتك. يبقى كتر خيرك، خير ما عملت. السلام عليكم. وعليكم السلام. ليلى ما تخلي مؤمن هو اللي يسوق. لا ربنا يخليك يا دادا، انا رايحه مشوار مش عايزه حد يعرف انا رايحه فين. هقلق عليك. لا ما تقلقيش ما تخافيش. يا رب استر.
خير يا فندم. اهلا وسهلا. ممكن نقعد في حته لوحدنا نتكلم شويه؟ اتفضل. انا فكرت كتير قوي قبل ما اجيلك. معلش سامحيني انا مرتبكه شويه. انا اصلا مش مصدقه اني جيت لغايه هنا وازاي رجلي شالتني. مش عارفه جيت ازاي ومش عارفه كمان انتي ممكن تفكري فيا ايه. مريم سيبي لي في ايدك ده، خش اعملي شاي لاختك والضيفه اللي معاها. هي مين الضيفه دي؟ وطي صوتك، معرفش. يلا حاضر. انتي جايه هنا عشان تقولي لي ان جوزك لسه بيحبني؟ وانا ايه؟ المفروض ان انا افرح بالمعلومه دي؟ احمد اللي انت اتجوزتيه ده ما بقاش يهمني في اي حاجه. يحبني يكرهني ما تفرقش. انت مش فاهمه حاجه. ممكن تسمعيني الاول؟ اسمع ايه؟ انا عارفه انت جايه هنا ليه بالظبط. انت عرفتي ان مصطفى تقدم لي، مش هو ده اللي جابك؟ تفتكر ان انا جايه اقول لك جوزي بيحبك عشان امنع جوازك من مصطفى؟ بذمه ده كلام منطقي يعني؟ امال انت جايه تقولي لي الكلام ده ليه؟ جايه عشان اصحح وضع غلط. انا ماليش ذنب فيه، ولا انت ولا احمد. احمد اتجوزني غصب عنه عشان يحميك يا هند. يحميني؟ ايوه، يحميك من بابا. بابا عارف ان انا يعني مغضبة بأحمد، وانتوا ما كنتوش قايلين في الشركة انكم مخطوبين عشان الرولز بتاعت الشركة. فبابا قرر ان هو يجوزني احمد، وقال له وعرض عليه واحمد رفض عشان بيحبك. بس بابا كان مصمم واغرى احمد بحاجات كتير قوي، انه يشاركه مثلا. بس احمد برضو مرضيش، فبدأ بابا يخوف أحمد وحرق له القهوة وهدده كمان إنه ممكن يأذيك يا هند. يعني جوز بالإكراه. أحمد ما خانكيش ولا باعك يا هند عشان يتجوز واحدة غنية، هو بس حاول يوصلك كده. اللي انت بتقوليه ده ما يدخلش دماغ عيلة صغيرة. واحدة زيك في جمالك وبنت أغنى واحد في مصر ترضى تتجوز بالطريقة دي؟ آه. واللي ما تعرفوش كمان إن أنا بحب أحمد قوي أكتر مما ممكن تتصوري، وأكتر مما هو ممكن يتخيل. بس كمان أنا عارفة إنه بيحبك أنت. المفروض بقى أعمل إيه بعد الكلام اللي أنت قلتيه ده؟ أعيط؟ أتحسر على حياتي اللي باظت بسببك أنت وأبوكي؟ وارفض اتجوز مصطفى، صح؟ مش ده اللي انت عايزاه؟ مش ده اللي انت خططتيه مع ابوكي؟ طبعا مش ده. ممكن تسمعيني؟ كفايه بقى. انتوا ايه؟ ما بتزهقوش باللعب بمشاعر الناس؟ اسمعيني بقى ارجوكي. احمد يوم فرحنا عارف اكبر سر في حياتي، ومع ذلك ما بعنيش.
ولا فضحني انا واهلي، ولا سابني ولا تخلى عني. فضل جنبي راجل شهم ومحترم. سر ايه؟ ان انا عندي مرض خطير ومالوش علاج. انا عندي ايدز، وعشان كل اللي فات ده انا جاي عايزاكي تتجوزي احمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين دي هند؟ دي ليلى الكومي يا بابا، مرات أحمد. أهم سؤال بالنسبة لي، هو أنت لسه بتحبي مصطفى؟ ما بعرف إذا بتسميه حب، بس هو كان إعجاب، إعجاب كتير. مصطفى اللي ما بيعرفه بيجهله، هو صحيح عصبي بس كتير حنون وطيب، يعني هيك إنه قلبه مثل الأطفال وله مواقف شهامة معي ومع أمه مستحيل أنساهم بحياتي، ودايماً هيك محمس ومندفع، وهذا أكتر شي بحبه فيه. بس أكيد بعد اللي عمله معي ما بحبه. ده أحلى خبر أنا سمعته في حياتي. كلامك ده معناه لنا ان انتي ومصطفى ما كنتوش بتحبوا بعض بجد، وده بقى يخليني اقولك على حاجه نفسي اقولك عليها من زمان، ان انا نفسي اشوفك كل يوم، وعشان كده بكلمك كتير. واحلى حاجه في الدنيا ان احنا قاعدين مع بعض كده، وده بقى هيخلينا اسافر لبنان واقابل اهلك. يعني بدك تطلب ايدي؟ بالظبط كده. لنا انا اول مره في حياتي نفسي ارتبط بحد رسمي. ها بقى ايه رايك في الموضوع ده؟ سكوت علامه الرضا والحاجات دي ما بتمشيش معايا خالص على فكره. لا طبعا ما وافقت. عم فكر. تفكري في ايه؟ واحد حلوه زي كده ودكتور وبيقول لك عايز ارتبط بيكي تقولي لي افكر؟ فكري في ايه؟ لكن شو اعمل؟ اعمل؟ تعملي كتير. اولها ان انت توافقي. طيب. لنا انا عارف ان انت لسه متاثره بعلاقتك بمصطفى، بس صدقيني العلاقات ما بتبقاش كده خالص. انت بقى خبير بالعلاقات؟ خبير بس؟ ده انا درجه اعلى من خبير دي بكتير قوي. ها موافقه ولا غير انا بقى رايي المره دي؟ لا عن جد بدك تعطيني شويه وقت فكر، وكمان بدي اقول لماما نبيله. ماشي يا ستي، اعملي بقى انت زي كل البنات، افكر واقول لماما نبيله والحاجات دي كلها، بس في الاخر هتوافقي. على فكره ممكن ما اوافق. ما توافقيش، ارفضي مره اتنين تلاته، بس انا ما بزهقش. ازيك؟ ازيك يا ليلى؟ انت فين؟ كنت في مشوار. انت كنت بتفكر في هند؟ هند؟ لا طبعا، ليه بتقولي كده؟ انا مش هزعل على فكره. مش هم تقولي كده ليه اصلا يعني؟ بس انا بقيت احس بالذنب لما بعمل حاجه زي دي. وبعدين انا هفكر في هند ليه؟ هند بتكرهني دلوقتي؟ لا، هند لسه بتحبك. انا كنت عند هند دلوقتي. رحت عند هند؟ رحت تعملي ايه؟
حتى اقول لها ان انت اغلى حاجه عندي في الدنيا. انت رحت عشان تقولي الكلمتين دول؟ انا مش فاهمك الصراحه. لا رحت كمان عشان اقول لها ان انا بحبها وان انا نفسي ترجع احمد بتاع زمان اللي كان اسعد واحد في الدنيا. مش مصدق انت عملت كده اصلا. وهي عملت ايه؟ ترددك طبعا. هند بتحبك وانت كمان بتحبها يا احمد. وانتوا الاثنين لازم تتجوزوا. البنت اللي انا شفتها دي ما فيهاش غلط. انا عايزه حد يفهمني هي الدنيا خلاص وقفت على بنتي عشان تجلى لحد عندها وتقولها اتجوزي جوزي كله من التعبان اللي اسمه احمد. واحمد ماله بس ومال الحكايه دي؟ هي مش قالت لك بنفسها ان هو ما يعرفش بجيتها؟ انت مصدق الكلام الفاضي ده؟ اقطع دراعي ان ما كان واكل عقلها وساحرها زي ما كان عامل في بنتك. صدق بقى ان انت مش فاهمه حاجه خالص. تفهمني انت. البنت اللي جت هنا النهارده دي بتحب احمد بجد وعايزه تسعده. يا سلام، واللي عايزه تسعد جوزها تجوزه واحده تانية طب ما تسعده هي، دي ما فيهاش غلط. يمكن حست ان جوازها من احمد كان غلط وان هند احق بيه. لا الكلام ده مش داخل دماغي. في الاول اخوها هيجي يتقدم لهند وبعدين هي تيجي تتدحلب على البنت وتقول لها كلام عوج. لا الموضوع ده لازم يتقفل زي ما انت كنت عايز تقفله من الاول. قولي يا امين، هم الناس الاغنياء قوي دول ما بيحسوش زينا يعني؟ ست ايه دي اللي جايه تطلب ايد واحده تانية لجوزها؟ والله ما انا عارف اقول لك ايه يا عفاف، الحكايه اتعقدت خالص. تقصد ايه؟ اقصد ان بنتك حره في اختيارها، ربنا يهديها للي فيه الصالح. يعني انت موافق؟ موافق على ايه؟ هو في حاجه نوافق عليها ولا نرفضها؟ استني بس لما نشوف ايه اخرتها. اخرتها؟ ما هي باينه. صباح الخير. يا صباح الخير مصطفى بيه. ازيك يا استاذ باشا؟ اتفضل. مبروك على تشغيل خط الانتاج. يا سيدي الله يبارك فيك، وانا كمان جاهز بال 50% زي ما اتفقنا. بس انا نفسي ان احنا نتعاون مع بعض بصراحه. انا محتاج عقليه زيك دي في الشركه عندي. حضرتك عايزني اشتغل معاك؟ بيتهيألي صعب جدا. ليه صعب؟ ده انت هتبقى مستشار الشركه. انا مش برفض العرض بتاعك بس في الحقيقه انا قررت اسيب مصر. هيرد عليك يا بابا؟ مش هيرد. بيفكر ازاي ده؟ طب ايه رايك بقى؟ مش هتجوز اللي اسمها هندي. تصوروا ابوها يجي لي المكتب ويقول لي ابعد إيه ابنك عن بنتي؟ بعدها مصطفى اللي كنت عايز اجوزه جوازه تليق بمقامه راح يجري لي ورا بنت زي دي. ما تخافش يا بابا، مش هيتجوزها، مش هيتجوزها. يعني لو هو مصمم يتجوزها ايه اللي هيمنعه يعني؟ بعدين مصطفى اي بنت تتمناه خاصه واحده زي هند دي اكيد هي اللي لازقاله. بعدين مصطفى يبقى اخوك وانت السبب في ان احمد ساب هند، ده اكيد في حسابات تانيه. ايوه كلامك مظبوط، هي اللي وقعته عشان تنتقم من احمد. انا مشكلتي معاه هو بقى ازاي يوافق على كده. طب قولي لي انت فاهميني، انت فهمتي منه ايه؟ مرتبط بيها قوي يعني بيحبها؟ حب ايه التخريف ده؟ اكيد كالعاده هو راكب دماغه عشان يثبت لي انه يقدر يعاقبني انا واخته. طيب مصطفى ممكن يفكر كده فعلا، بس البنت ولا في دماغها اساسا الكلام ده. عندك حق، هي فعلا مش في دماغها لغايه ما حكيت لها على كل حاجه. حكيت لها ايه؟ كل حاجه يا بابا، ما تخافوش مصطفى مش هيتجوز هند عشان هند هتتجوز اللي بتحبه. Thank you.
بتعملوا فيا كده ليه؟ انت واخوكي بتدوسوا على رقبتي ليه؟ بابا لو سمحت. اخلص سعيد، انا اللي اتكلم بس، مش هيحصل يا ليلى. وكنت انا بقى اللي عايزه كده اصلا. عايزه كده ليه؟ عشان ما يسيبكيش. احمد مش هيسيبني اصلا. ما بتعملي كده ليه؟ عايزه تثبتي ايه؟ عايزه تثبتي انك ملاك؟ انت نسيتي نفسك؟ نسيتي انت بنت مين؟ وطبعا ما صدق نفذ وافق وجري على طول. انتوا هتجننوني والله، هتجننوني بقى. عشان ما تجوزوش لاخوكي تجوزي لجوزك. يا سعيد اهدى، احنا ما نعرفش ليلى عملت كده ليه. اهدى بس. وفي حد عقل يعمل كده؟ هو اصلا ما كانش موافق، وانا اللي اقنعته بالعافيه كمان. قولي لي يا نرمين، هو الايدز بيعمل حاجه في العقل؟ اللي انت بتقوله ده يا سعيد؟ لا طبعا عندك حق، عندك حق تقول اكتر من كده كمان. يمكن لو ما كنتش مريضه ما كنتش عمري فكرت اعمل كده. احمد رغم الضغوط اللي انت مارستها عليه وارهابك ليه، وانه ما عرفش ان انا مريضه غير يوم الفرح، لا وايه كمان، وقف جنبي وجنبك وما رضيش يسيبنا ولا يتخلى عنا، لا وايه كمان، وسامحك كل اللي عمله مدفوع ثمنه. اوعى تكوني فاكره ان جوزك قديس. لا يا حبيبتي، كل اللي قدمه احمد مدفوع لاكر. كفايه بقى، كفايه تفكر بالطريقه دي. مش كل الناس ينفع تشتريها. ما نرمين اهي سابت حياتها وشغلها وكل حاجه وقفت جنبك عشان تقف على رجلك من تاني. دفعت لنرمين كام ساعتها؟ مش كل الناس ينفع تشتريها بفلوسك، افهم بقى ارجوك. على فكره لو ما بعدتش عن احمد، ولو فكرت ان انت تهدده او تفكر ان انت تاذيله هند، اعتبر ان انت كان عندك بنت وماتت. خالتي، خالتي حبيبتي، ثواني وهحضر لك الغدا. لا 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 لا، ما بدي اكل. ليه كلتي برا؟ اتغديت مع ابراهيم. ابراهيم مين؟ دكتور ابراهيم، اخو نرمين مرت عمو سعيد. وتتغديتي معاه فين وليه؟ ما نحن التقينا كذا مره بعد ما تعرفت عليه بالفيلا عند عمو سعيد. وبعدين ايه اللي حصل؟ قال لي انه حابب يجي يشرب معك فنجان قهوه ويطلب ايدي من حضرتك بشكل رسمي. اوه شوفي شوفي، حبيتيه امتى وعرفتيه فين علشان يجي يطلب ايدك؟ وشوفي يا يعني وين الغلط انه واحد مثل ابراهيم يجي يتجوزني؟ عيب ولا حرام؟ لا يا حبيبتي، ولا عيب ولا حرام. كل الحكايه انه اخو نرمين اللي انا لسه مهزقاها قدام ليلى وقايله لها انها متجوزه سعيد طمعانه في فلوسه. انا ماني شايفه اي علاقه بين ابراهيم واخته. لا والله. وانت بقى ايه رايك في الجوازه دي؟ اي موافقه. شو اللي بيخليني ارفض واحد مثل ابراهيم؟ انسان محترم كتير ومتعلم تعليم كتير كويس. ده ما عداش ايام وانت هنا على الكنبه دي عماله تعيطيلي وتقولي انك بتحبي مصطفى وبتموتي فيه وانه سابك ومش عايزك. امتى بقى حبيتي ابراهيم ده؟ اصدق انا ازاي؟ وانت كمان من يومين كنتي قاعده عم تقليلي انه لازم انسى مصطفى لانه حيتركني ويتجوز وحده تانية. مشان الله يا خالتي، انا بس بدي منك تعطيه فرصه واحده بس وتفصلي انه اخو نرمين مرت عمو سعيد اللي اخدت مكانك. اخدت مكاني ده ايه؟ مكاني ده انا سبته من زمان. انا كل اللي مضايقني في نرمين دي ان سعيد هيصرف عليها فلوس ولادي. انا اسفه، ما كنت حابه ضايقك. عموما انا ما عطيت موافقه على اي شيء. كل اللي طالبته منك انه تقعدي معه مره واحده بس، لانه موافقتك كثير بتهمني. أنا كمان آسفة حبيبتي، خليه يتقدم لي. ده لازم سعيد طبعا، مراته لحقت قالت له على طول كل اللي حصل بينا. أيوة يا سعيد. أنت فين يا هانا؟ في إيه؟ في مصيبة. أنا عايز أعرف، أنت راجعة لأولادك عشان تشربي معاهم شاي وقهوة وتمشي؟ استنى استنى بس يا سعيد، أنا مش فاهمة حاجة خالص باللي أنت بتقولها لي دي.
في ان بنتك قررت انها تقف قدام جوازة اخوها وتجوز احمد لخطيبته القديمة. ليلى عملت كده؟ غريبة، انا كنت معاها ما جابتليش سيرة خالص عن حاجة زي كده. هي اللي قالتلي يعني لك الدم. شوفيلك حل بقى. طيب طيب حاضر حاضر يا سعيد، انا هكلم ليلى وافهم منها ايه الحكاية. طيب طيب حاضر حاضر، مش لما اكلمها بس الاول. حاضر حاضر يا سعيد. مع السلامة. مع السلامة. أنا ضيعت حياتي مرمين عشان أربي مصطفى وليلى، وفي الآخر النتيجة طلعت إيه؟ طلعت صفر. أنا خسرت الاتنين لأبد. أنت ما خسرتهمش، كل بيت فيه مشاكل، مش معنى إنه في مشكلة حصلت إنه خلاص. بقولك خلاص، خسرتهم خسرتهم. مصطفى ما كفاهوش اللي عمله فيا، راح يتجوز خطيبة أحمد القديمة. عايز يكسرني، عايز يكسرني خالص، عايز يهد حياة أخته. وليلى، ليلى أنا سلمتها لأحمد بإيدي عشان يلغي دماغها ويقنعها إنه يتجوز نفس البنت. سعيد أنا مقدرة كل اللي أنت بتقوله ده، بس حبيبي we are not superheroes. في ظروف صعبة بتحصل لازم نسلم لها وما نقاومهاش، صدقني. يعني عايزين نعمل إيه يا نرمين؟ أسيب البنت دي يا إما أتجوزها مصطفى يا إما أتجوزها أحمد؟ أنا مش عايزها في حياتي خالص، قولي لي أعمل إيه؟ أنت مش هتعمل حاجة، صدقني. ممكن بقى لو سمحت ما تضغطش على نفسك اكتر من كده بليز. هي دي اخرتها؟ اشوف ولادي بيهدوا حياتهم بايديهم وانا واقف اتفرج. يا سلام. عارف انا كنت كل يوم لما اصحى الصبح شوية عشان أجمع اللي حصل، بيتهيألي إن ده كابوس، وأنا هصحى ألاقي إن إحنا لسه مع بعض ومستنيين يوم جوازنا. آسف ليه ما قلتليش؟ كان من حق إن أنا أعرف. كنت خايف عليكي. أنت تخليت عني، ما ادتنيش فرصة إن أنا أقف معاك. حسبتها غلط صح؟ حسبتها غلط لما فكرتش انك تسيبني، ده ممكن يعمل فيا ايه؟ فاهم، عشان كده عذرتك. وانا كنت عايزه انتقم منك، عشان كده كنت هتجوز مصطفى. كنت عايزه افضل قدامك لاخر العمر. مش نتكلم في الموضوع ده احمد. أنا كنت مع مصطفى في كل خطوة، وهو بيغير مكان خط الإنتاج. أنا كنت الوسيط بينه وبين الشركة الألمانية. أنا معرفش عملت كده ليه بالظبط، معرفش عشان أقرب منك ولا عشان بوظلك حياتك، مش عارف. ما بتتكلمش ليه؟ اتكلم اقول ايه؟ اقولك اني غلطتي؟ بسبب مين؟ معرفش، وده مش ده المهم، المهم انك غلطتي وخلاص. لا مش وخلاص، بسببك. انا عمري ما كنت الشخص ده، عمري ما غدرت بحد وضربته في طهره. ايوه بس انا وقتها ما كانش ينفع اقولك، وانت عرفتي دلوقتي. دلوقتي عرفت، وقتها ما كنتش عارف. انت حرمتني من الاخطار. غلطتي. أنا نفسي نرجع زي زمان، نقدر؟